كالظلام تظهر ألوان يرسمها فنان بريشة رقيقة مع الأيام تزول الأحزان يبان الصباح تظهر حقيقة
عرفت انت ولو عندك ما تبكيش يا زوجتي. قدام ولد عمك هذه هي. يا يما رشيد ولد عمي كان معايا ما كانش كيفاه نخليه ونروح ندور ويجيب القاسم يتيري عليه. شوف شوف على كل حال قضيه راهي فرات والله ما فرات والله غير فرات والله غير فرات فرات فرات. الشرطه فتحت الملف رشيد بليسي الأمة كامل سمعت فات فات. هاني قلت لك فات غلطة صيد فرق بك غلطة صيد فات فات متحقق سبحان الله يا فلي. شوف يا ربح المرة الجاية هذاك بالقسم لازم يعرف اني قرص لازم يقرص عليه سينو انا نجي نعطيك بحبه للراس وحبه في راس بالقسم. هاد الخطره نقضيو عليه نهائيا وكل ما تقضيش عليه انا اللي نقضي عليكم. هيا روح روح انا رايح. اسمع روح لهنا هذاك بالقسم المرة الجاية ولو يتأكد مليح تربح. تكرر عليا يا جمال تكرر عليا روح صرف هيا على سلامتك اختي. كراك؟ الحمد لله. كرها رشيد؟ الحمد لله. لاباس؟ لاباس. وانت يا كيف تحسي روحك؟ هاني تعبانة ورشيد تاني انا تعبان وانا كعمل ايه؟ ما تخافيش الحمد لله على السلامة. هكذا ولا قدر نادية يا درا شتي الطبيب؟ كيفاش نشوف طبيب؟ انا لا هي برشيد اش قادرة
ما تخافيش اختي، ما تخافيش، ما يكون غير الخير ان شاء الله. بصح لازم لازم تشوفي الطبيب، كي حامل. شوفي هيا ركزي عليا اختي، هيا نمشي نمشي نروح نمشي. Thank you.
شويه ماكله، لازمك تاكلوا. مانيش قادره. مش قادره؟ نسيتي واش قالك الطبيب؟ راكي في الشهر السابع ولا بغيتي بينا سباحه؟ سمحي لي من اختي، صح والله ماني قادره. على بالك ما عندهاش كاع كي تفوت، يا انا جيعانه يا انا ماشي قادره ناكل. لازم تاكلي نادية. حمدي ربي اللي راشد سلك هكذا ولا كذا. الحمد لله يا رب، الحمد لله. ناديه لازم لازم تاكلي، حرام عليك راكي دايره في روحك كيما هكا. عندي قداه ما رحتش للخدمة، وراني خايفه لا دير واحد اخرى في بلاصتي. دير واش تحب، لازمك لازمك الراحه يا ام، لازمك الراحه يا ناديه. رميا ناديه خلاص ناديا خلاص. خلاص ناديا ناديا حرام عليك، خلاص ناديا حرام عليك. Thank you.
رشيد، شو راه عجبك في هذه اللوحة؟ لذلك راني غايرة منها شوية، بس حتى للخارج وما حبيش تبيعها. على ما حكيت لك حكايتها؟ لا، هاد المرة جاتني في منام، كانوا 4 كلاب يتبعوا فيها، في وسطهم واحد كحل، كيما جريت جاهم ورايا وين هرب دخلوا معايا، لحقت لواحد الكاف لقيتها واقفة، قالت لي روح نسلكك، هي تجبد والكلب الكحل يجبد، هي تجبد والكلب الكحل يجبد، حتى سلقت. أنا طايح ونسمع في صوتها، علاش حرموك مني؟ علاش حرموك مني؟ ما على باليش، حسيت روحي وكأني نعرفها. اسمع لبه، الليلة لازم العملية تتنفذ وماشي كيما المرة الجاية. راني موجد لك واحد الخطة، وإن العملية تنجح وحتى واحد ما يفيق باللي مات. روح شوف هذاك بالقسم وقول له اليوم لازم يموت، اليوم لازم يموت، الليلة تتنفذ العملية. العملية تنفذ وتنجح 100%. منجمش نبيع هاد اللوحة، هذا من اللي مخوف. نتمنى ان شاء الله يكون خير يا ربي. الو رشيد، صحة اخويا كمان. صحة وليد عمي، واش راك؟ لا لا، زل عليا الحمد لله. ايه مدى بيا نفروش غنى. اوكي اوكي، انا نعاود نسقي لك غدوة. صحة، بقى على خير. صحة، بقى على خير. غدوة ان شاء الله. صح. قول لي رشيد، وقت تروحوا على الناطير؟ غدوة إن شاء الله. كل يوم تقول لي غدوة غدوة غدوة، الحكاية هذه كاع ما حبش تكمل. علاش راكي مقلقة؟ هذا كمال وليد عمي. مانيش نقصد في كمال، بصح على بالك رشيد، الدنيا فيها الحياة وفيها الموت. انت واش بيك؟ واش دخل الموت والحياة؟ أنا رايحين عند الناطير. صح، شوف كترة عند النوتيغ ما تديش طوموبيل، الله يخليك ما تديش طوموبيل، يدك مازال هتوجع فيك. تخافيش عليا، ننجم نسوق. تفضل. صح عزيزتي.
الظلام تظهر ألوان يرسمها فنان بريشة رقيقة مع الأيام تزول الأحزان يبان الصباح تظهر Tani